عندنا كائنات غريبة سبحان الله، يعني ممكن نتكلم عنها. كانت العلم والإيمان النهاردة اقسم بالله بقالي 25 سنة في العلم والإيمان، ما عارف الكائن ده إيه. شبه المعزة قبل ما تتولد يتغذى على عفن الخبز، حاجة تقرف المعيز. أنا نضيف ماشي للخنزير ابن الحرام. اعذرني يا خال، أصلا أنا وسخ. تقولش على نفسك كده، خالك أوسخ. وأمي اللي قلته عنها ما عرفتش تربي بتسلم عليكوا قوي قوي قوي، بتقول لكم اتفرجوا بقى على تربية. مرة واحد بقى ميكروباص ركبة معاه واحدة، راح واقف على جنب كده في حتة ضلمة، وراح من جه فتح الباب ودخل عشان يغتصبها. فهو بيغتصبها راحت قالت له حرام عليك، أنت ما عندكش إخوات بنات. فضميره أنبه راح جاي سايبها. قالت له أخويا مالك في إيه؟ ده كان مجرد سؤال. رب عيالك الله لا يسيئك، اسكت. يعني كده الأدب ده؟ مين أدبه كده؟ ده نكد عليا وكتفني في وسط الناس على طول. هو أنتوا تايهين عن صوتي؟ حتى أكتر حاجة أنتوا بتسمعوه. طب أضربه بالشبشب على بقه ده ولعني. البرينك تشات بالنسبة لي كان مجرد أداة بيولد لي أرقام وتواريخ بس، لا تواريخ بس، أرقام بس. جاتك البلا في شكلك، مش تفسر انت بتقول لي ايه. انا لو ليا تسريب مشين يا منديل المعيز، انت مش كنت جبت ورا انا وقلت لك ماشي على مساومتك الرخيصة ليا قبل النشر؟ يا توالفاتنا اللذيذة، اقسم لك بالله ان انا نفسي اشوفك جدا جدا جدا، عشان حاجة وحشة والله. طبعا في شوية حاجات وحشين كتير، بس اقصد ان انا اشوفك تحكي الكلام ده بقى قدامي. بتحط نفسك في مواقف بايخة. انا بعمل الفيديو ده يا جماعة علشان الناس اللي وقع فيه قلبها شك. انا كنت قاعدة في شقتي في امان الله، فجأة صحيت من النوم لقيت خمسة جنبي، ما كانتش قدامي الا حلين، يا اما نط من الشباك واموت كفرة، قلت اقضيها مع الشباب واعيش فجر احسن ما اموت كفرة. انا راجل مش هتفرق معايا، وراجل بيكلم 70 بنت ما تفرقش معايا. ابن الحرام الفاجر بتهدد بنت بصورها. راجل بتفضح بنت علشان ما عملتش اللي انت عايزه، كمان راجل. عار على المجتمع رجالة زي دول، الرجولة بأفعالك وبعقلك مش تحت جملة انا راجل ويحق لي اعمل كل حاجة، والراجل ما بيعبهوش اي حاجة. انا عايز رد اعتبار، وهو ده اللي تستاهل ويا كلب.